تصبر تيدبر عيشي مع واحد الشخصيه نرجسيه ولا خرجتي من هنا غنقتلك وغندير لك وغنمشي يشوفوا فيا لي طراز ديال الضرب لا شي نهار ما بقيتوش تشوفوني طرات لي شي حاجه راكم عارفين السبب شكون اغلبيه تيكتبوا لي اكرام صبري اكرام وليداتك باقين صغار اكرام ما تزربيش اكرام ما تسرعيش شوفوا انا ماشي شوف 11 عام وانا في الزواج مليح ولكن راه ديك صبري صبري هي الكلمه اللي تتخلي شحال من واحد ما تيدير حتى خطوه في حياته وما تيبدل حتى حاجه في حياته تبقى صافي صبري 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 كاينين شي حوايج تقدري تصبري عليهم ممكن شي حوايج ما تقدريش تصبري عليهم بعد البنات يكتبوا اش نقول لكم راه ايوا المهم انا شي كامل الصبر تيدبر وتبقاي صابره على شي حوايج راه ما يمكنش يعني مهم باش نكونوا واضحين فارق السن ما عمره ما كان عندي انا مشكل يعني يكون كان مشكل كنت ما نصبرش انا 11 عام وانا يا صابره كل الحوايج الاخرين هما منين كتعاشري الانسان تكوني غاديه بنيت وكتكتشفي بان كتعاش انك كتعيشي مع واحد الشخصيه النرجسيه تاكل وتتسفلك من طاقتك يوميا وباغا تخليك دائما تحت السيطره وان هي اللي تسيرك وانك ما تقويش وما تبرايش وما توليش صاحبه قرار في شي حاجه وما تكونيش واقفه على رجليك مزيان لا من الناحيه المعنويه لا من الناحيه الماديه يعني لا من البسيك ديالك نفسيتك تكون محطمه تكوني مريضه مديبريسيا تكونيش قادره تاخدي قرارات في حياتك امشي هذا ماشي حب والمهم الحاجه اللي خايبه هي من الراجل تيولي غير من النجاح ديال المراه ديالو بالرغم انه هو ما محتاج ماديا زعما ولا هذه ولكن داك الديفلوب اللي كدير في حياتها ولا داك التطور اللي تطور في حياتها تيولي الراجل غير منه ما تيبغيهاش تكون امراه متطورات في حياتها ان تزيد القدام ان المهم كاين بعض النوع ديال الرجال انا تنهضر لكم على تجارب الشخصيه لا من الزواج الاول ولا الثاني انا ما عرفتش علاش نطيح فيه معاهم انا ما عرفتش هذاك الحب ما تيكونش عادي تيكون حب مريض حب فيه الغيره هذاك الاول كان عنده حب اللي تيوصل لانه يشدك يقجك يقولك انت ديالي ولا خرجتي من هنا غنقتلك وغندير لك وانا راه خويت بلاد وجيت لبلاد باش نعيش هانيه وباش نبعد على الصداع وطحت في حاجه اللي في تيب اللي مختلف ماشي نو اللي غيجي يقجك ولكن يقجك من بعد يعني هذاك الاول كان من داك النوع اللي داك الحب المريض اللي فيه الغيره ديال يشوفك شي واحد يقدر يضرب معاه المهم كان واحد العلاقه زوجيه دامت لواحد المده ما تفهمتش انا طبيعه الحال ماشي طلقت ولا ديك ما بقيناش مفاهمين بسلامه انا هربت وين كنت مشيت عند خالتي ومن خالتي مشيت للمغرب ومن المغرب رجعت للطاليان ورجعت لمنطقه اخرى في الطاليان دوزت عام بوحدي هي هذيك وديما التهديدات وديما التهديدات ومن بعد من تعرفت على هذا جيت لألمانيا قلت الله على راحة خويت بلادي يعني ما غنبقاش عايشة تحت التهديد المهم كانت شد عامين في الحبس ديال المهم راكم عارفين في الطاليان كاين حبس الدار الحبس كان ماشي انا اللي دخلته كانوا شي شهود من السبيطار اللي كنت نمشي ليه وانا حاملة كانوا يجوني ليها الطاك ديال الضيقة ديال اللازمة وكانوا يشوفوا فيها لي طراز ديال الضرب المهم هادشي ما عرفتش واش يتعاود ولا لا المهم بقى نعاود المهم ما علينا هذاك التيب الاول كان شكل ان الغيره ديالو كانت يبينها لك ديك الساعه هاد التيب ما تيبينش الغيره واحد الغيره في شكل واحد الحب فين داك الحب اللي كيبغيك شوفوا انا داك الكليب اللي كان عندي راه والله اللي عالم داك الكليب انا اللي كنت نعوم وانا اللي كنت نشف لي مسكين شعره وانا اللي كنت نعطي الماكله الشراب ومن حبي اللي عطيته الانسان اللي غتهلا فيه لحقاش انا كنت مريضه وما نقدرش نقابله انا بالنسبه لي هذا هو الحب يعني اللي كيبغي شي واحد كما قلت لكم اللي تيبغي شي واحد الحب الا كان شي واحد كيبغي شي واحد غيبغي يشوفه هاني ومرتاح وسعيد ويقدر يستغنى على شي حاجه اللي تقدر تالمه هو شويه باش يشوف داك الطرف اللي كيبغي انه بخير هذا هو الحب كما عطيتكم انا غير مثال بسيط بالكليب اللي كان عندي يعني من حبي لذاك الكليب وانا مريضه ديك الساعه ومديبريسي وباقا ما تنخرج ما تنشقى ما تندير والو وانا باش غندوش عباد الله باش نوض ندوش كنت نحس بحال عاود لكم ملي كنت مريضه طبعا داك الكليب خاصو اللي قابلو اللي خرجو انا من حبي لذاك نعاود نقولها ثاني لذاك الكليب ما
مشيت عطيت لواحد السيده المانيه مزوجه عندها كليبات اخرين وما عندهاش الاولاد وكتموت على الحيوانات، وعطيته لي هكا بالرغم من ان داك الكلب من طبيعه الحال راكم عارفين ان الراسه ديال تشيواوا بورو تشيواوا مو تشيواوا با تشيواوا غالي، راه تبيعيه من 1000 اورو الفوق راه تبيعيه. وكاين هنايا ما فكرش نبيع ولا شي حاجه، قلت خاصني نعطي شي واحد اللي تهلا فيه. ايوا المهم هذاك هو القرار الاول اللي صدم القرع الشاب بلال. جاتو الصدمه ان كيفاش هادي برات ولات تاخذ قرارات وداك الكلب قال لك انا اللي خلصو. من تما بداو المشاكل موراها كيما عاودت لكم المشكله من موراها هي مني طار الباسبور من الساك، انا حاطه في الساك، قطعت البي ديال تركيا ومشينا انا ومانار لاجونس ديال واحد تركي، قطعنا البي وريزيرفينا الاوتيل وكل شيء، انا متاكده باسبوري كان في ساكي طار طار دور السقف رايان ورايان انا متاكده ما هزوش. ما علينا ماشي مشكل داكشي كله داز، رجع فكر رجع قال لي الباسبور لقيتو في اللعاب، وهو راه ما كانش في اللعاب لحقاش انا ديك الشبكه ديال اللعاب سستها راه تنقول لكم راه ماشي قلبتها بايدي باش نشوف واش الباسبور فيها، راه سستها في الارض. كان معايا داك الولد ايمن، تنوجه ليه تحيه خويا ايمن اللي كان جا عندي من الطاليان، كان معايا وقلب معايا بيدو وشاف بان ما كانش باسبور تما. المهم ما علينا ماشي مشكل. وطبعا الواحد مشي يدور في راسو وقال اه نمشي انا للطاليان، هي تبقى في الدار تقدر دير شي بلان ولا تمشي لشي بلاصه ولا دير. رجع قال لك الباسبور راه لقيتو راه كان في اللعاب، ورجع للثقاف الدري والدري على رايان. ومسكين ولدي راه ما كانش جاهز، انا تنعرف راه اي ام تتعرف ولدها من تيكون تيكذب ومن تيقول يكون يقول الحقيقه. وصافي اختي المهم اختي تنعاود الوحده زعما راه دابا سطوري غتشوفوا 500000 وحده، وانا نقول راه نعاود الوحده. صافي اختي هادشي اللي كاين. اه والله اختي العييت قسما بالله عييت، وصلت ليا اللعده ما بقيتش قادره نصرط. كاين بزاف ديال المرات كتضاربي ومن بعد غير ندير القهوه ولا بحال هاد الكلمه تخليك تفوتي كلشي. هاد المره ما بقيتش قادره، هاد المره كنحس براسي وصلت لهنا، وليت تنقول اش بغيت راه كاع التهديدات اش من تهديد اش. المهم وليت تنقول انا مستعده لاي حاجه تجي. المهم لا شي نهار ما بقيتوش تشوفوني طرات ليا شي حاجه، راكم عارفين السبب شكون. ما قلت لكم شي نهار تسمعوا اكرام شي قالب سبيسيال دار ليها ولا شي حاجه تعرفوا من وراء ذلك. المهم انا دابا باقا ما واخده قرار قرار زعما عندي. مهم نمشي للمغرب نشوف ان شاء الله الوالده ونشوف خوتي. المهم نجي لبلادي نشم ملي تنجي للمغرب، وديك صله الرحم مع الام والخوت وجداك، وتشوفي يعني عائلتك تترجعي لهنا بحال تتشارجي بواحد الطاقه زوينه، واحد الطاقه تعطيك واحد القوه باش تقدري تستحملي وتزيدي لقدام، وهذيك الطاقه هي اللي انا محتاجاها. داكشي علاش خاصني نجي للمغرب ان شاء الله. المهم غادي نشوف في اقرب وقت، كاين واحد العطله في اخر الشهر وكاين غادي نشوف كيفاش ندير. صراحه ما كاش نجي غير انا وبنتي باش نبقى بخاطري باش ما ديرونجينيش على حساب المدرسه ديال رايان. يا له من تعاويد ويا له من. المهم انا راكم عارفيني انتقلوا من موضوع لاخر، ما تنعرفش نبقى شاده في موضوع نبقى غادي في موضوع. لاحقاش داكشي اللي تيجي في قلبي كنقولو، ماشي تنبقى وصافي وتلونسي، ماشي تنبقى نفكر ليها وعادة نقولها صافي. شوي نقول لكم خر تنقول لكم على التيب النرجسي، يعني تيمتص منك طاقتك. عرفتي شي مره تكوني مشاقيه ما ضربه تماره ما دايره حتى حاجه اللي غتعييك في جسمك، ولكن تحسي ما بقاش في تحسي براسك مدقدقه وعيانه وما قادره ديري والو. هذيك راه من الانسان اللي تيكون حداك اللي تيكون يعني تكوني معاشره معاه النقير قوت النقير. الانسان اللي ديما ما تيقدرش داكشي اللي تديري ومتى تهضري تقولي درتي يقول لك اش درتي هذاكشي درتي، ديما تيقلل الشان من داكشي كله اللي كديري باش انت تبقاي ديري وديري وتزيدي ديري. فهمتوا دابا لا تاكتيك الستوريات اللي درتي ما كملوش دقيقه. المهم كيما قلت لكم كاين واحد التاكتيك تيستعملوها المدراء يعني المدير ديال الشركه مثلا كيستعملها مع العمال ديالو، هي ما كيعطيش نهائيا نباتا لا ساتيسفاسيون ولا لا سوديسفاسيون ولا كما تيقولوا هنا، ما تيعطيش ما تيعطيش ديك مزيان برافو درتي الخدمه مزيان. انت ما تيقلل من الشان ديال داكشي اللي كيدير داك العامل مثلا، داك العامل كنعاود لكم على داكشي لي طاتيك ديال صاحب الشركات باش هذاك العامل يزيد يدير اكثر من جهده ويزيد ينتج اكثر.
ودابا هاد التاكتيك ملي تشوفي بان راجلك تيستعملها معاك، يعني انت راكم شفتوني وراه فيديوهاتي في يوتيوب الاولى تتشهد على ذلك، كيفاش روتيني اليومي كان تيدوز، يعني النهار جري مهي جري مهي جري مهي جري مهي، ويجي واحد يقول لكم ما كاش ديري. واش غنقول لك؟ والمصيبه هي تتعرفوا داك المثال ديال يخ منه وعيني فيه، شوفوا انا راه قالبه هذه راه خصها تكون لتحت، يخ منه عيني فيه، راه هي هاد ملي تجي تهضري وداك الشيء تيقول لك انا هي مابقاش قادر السيستم ديالك انتيا ماشي اورغانيزي انتيا كذا انتيا، يعني تشوفي انا الواحد ما عجبوش داك الشيء كيفاش انتي وهذه وهذا الشيء ديما يطيحك، وفي نفس الوقت ما باغيش يتفارق عليك، ما باغيش يخليك تعيشي حياتك بسلام. اوكي ما عجبكش الحياه في يد الفواش باي باي، كل واحد يشد الطريق. لا تسمعي تهديدات لا مباشره انك كذا وهذه ونغرقك وندير لك ونفعل لك، ومثلا انا تيبداو فهمتي داك الشيء غير مباشر، زعما ردي البال وديري اتونسيون، راه تفكري ديريها ولا ها راه زعما. المهم قال واحد المره كانت عندنا المعلمه ديال رايان، المهم كنا نوضنا حدا هاد المعلمه ديال رايان سطع، بقينا بقى تيشكي ما علينا، وهو يقول لي انا اللي كنضرني شي درسه، هي طبعا راه فهمتها ماشي ما تتفهمش راه فهمات، قال لي انا اللي كنضرني شي درسه مابقاش نعمر فيها ونبقى نريباري فيها، غنقلعها غنحيدها، وكانت يعني بالمفهوم ديالو زعما بقيت انا زعما انا ما مشيتش ليه تحت صباطو كما هو باغي، وبديك السيطره اللي هو باغي يسيطر زعما نبقى نديرها ولا ها غيحيدني زعما انا غيحيدني من الطرح. ايوا المهم انا غنشوف شكون غيحيد الاخر، ما كانش الحبس والولاد القانون يعاقب على اجرام اختي، ميمكنش اختي في الاخر نصدقوا حنا اللي ظالمين. المهم ما علينا، شوفوا تهلاو في راسكم، البنات ما تزوجوش بكري صغار طايشين، كنتمنى من الامهات يربيو بنياتهم على انهم يكونوا راسهم يوقفوا على رجليهم ويختاروا، وما تحملوهمش مسؤوليات، ما تولدوش الاولاد وتعطيوهم ديك المسؤوليه ديال انهم خاصهم ينقذوكم وخاصهم يديروا ليكم وخاصهم ليكم، ولدوهم عن حب وخليهم يمشوا في طريقهم ويختاروا المسار ديال حياتهم، والبنت ولا الولد ولا اللي كان يختار الشريكه ديال حياته عن قناعه كما هو باغي، وما تكون شي حاجه موراه اللي متقلب على كتافه اللي تجر اللور تقول لا خاصني نصبر لحقاش لما صبرت راه كذا وهذه. المهم ما علينا، يعني الواحد يختار ويقرر قرارات تكون صائبه وتكون عن لا حقاش، كل واحد كي تتشوف الراجل، كاين اللي تتشوف الراجل على اساس انه غينقذها من الفقر، ان فارس الاحلام، ان غادي يحقق ليها الامان ديالها، غيشري ليها الدار في المغرب، غيشري الطوموبيل، غيفعل ليها غيترك ليها. المهم كل واحد كيفاش تيشوف، انا ما عمرني ما حاجيت لراجلي ولا قلت ليه اعطيني بغيت نصيفط للمغرب ولا بغيت نشري شي حاجه في المغرب ولا خاصني الفلوس ليا ولا خاصني، ما حاشيتي عليه وما ترضاش، يعني بالرغم غيقولوا راجلك كبير عليك في العمر وداك الشيء نورمالمون، اغلبيه لا بلو بار، يعني تخيلي معايا تتكوني شي مره خارجه لابسه حوايج شاريهم بفلوسك، واوتوماتيكمون الناس ملي غتشوف واحد كبير وحده صغيره اش غادي راه هو اللي كاسيها ولا هو اللي ملبس لها دوك، طبعا تيهدي كتهديني الكادوات وكل شيء، ولكن كما تنقول لكم الاستقلاليه ديالي درتها لراسي ما دار ليا تراجع وصراحه. المهم بالنسبه لي صحاباتي ولا عائلتي ولا ملي تشوف تيب ديال الراجل تقول لي غير ما تتعرفيش ليه، تنقول لي اش غنعرف ليه مثلا، اش شنو خاصني نعرف في هذا الراجل باش نتعامل معاه، شنو هي تعرفي ليه في لي زعما تاكلي وتاكلي منه الفلوس وديري منه الذهب وديري منه، كيفاش تعرفي ليه اش غندير ليه، نقول ليه ما عرفتش اختي انا ما عرفتش، انا ما تنعرفش للرجاله، انا ما تنعرفش، واش شنو هي تعرفي ما عرفت الا كنت تطيحي قيمتك وكرامتك تبقي تطلبي وتزوج، انا ما نرضاش والله ما نرضى، شي نسكن في بيت وكوزينه وطواليت حاشاكم نمشي انا عف الطوبيس، وما رضاش ما رضاش ننزل قيمتي وننزل باش نبقى انايا. ما عرفت تقولي انت في اوروبا يعني الخدمه كاينه واخا تمشي ديري الميناج ديري اللي درتي وتكوني مستقله، علاش المهم ما عرفتش اختي ما عرفتش اشنا هي ديك الكلمه اللي تنسمعها تداول ما عرفتيش ليه. ايوا المهم
انا اختي ما تنعرف حتى نعرف انا نيشان نيشان اجديتي معايا طرقني ما تنعرفش نبقى نخطط وكل شيء وندير تخطيطات من التاس انا مشي مشيت بنيتي 11 عام ديال بنيتي وكون كنت بنت الحرام وناويه الغدر كاع من ولد الولاد انا معاه من الاساس علاش انا والده جوج ولاد يعني ناويه الاستقرار كنت نقلب على هنا تنقول غنستقر في داري وليداتي ما بقيتش نقلب انا بعد قدي واحد صغير شحال واحد تكتب ليا واكرام ما ناقصك زين ما ناقصك هادي تستاهلي واحد يكون في العمر ديالك تستاهلي والله داكشي ما كنت تفكر فيه ولا تنفكر فيه حتى دابا ما تنفكرش فيه يعني تتشوف المورا داك العذاب الاليم اللي داز عليا في الطاليان تنقول انا باغا نستقر يعني باغا غير نستقر نفسيا ونبقى مستقره نفسيا ونبقى عايشه بخير وتبقى امي تنعس وجهها النعاس عليا هادشي فاش كنت زعما كنفكر رجلك ما تجيب فاصمه وتقول لي عصب لي رجليا ما ضرهاش رجليها اختي عزيزي ليها نجي لها